عايز دقيقتين بس أنوه على شيء خطير هو مش من طبعنا، مش إحنا يعني. تعرفين المصريين جدعان، مصريين كرم، مصريين أهل شهامة، المصريين آل بيت النبي جم لجأوا عندك، آل بيت النبي جم قعدوا عندك. بقالنا يومين ثلاثة في نغمة مرعبة وهاشتاج معمول اسمه مش هاكل غير من المحل المصري، ما تاكلش من السوريين، وهجوم شديد على الوجود السوري في مصر. سؤال مهم، هم السوريين عملوا لكم ايه؟ يعني ماذا فعل السوري لك شيء يضايقك؟ انا فاهم حضرتك اما قطعت المحلات اللي تتبع لبراندات يعني بتساند اسرائيل، مفهوم. انما السوريين عملوا لك ايه؟ ده السوري ده يعني فاتح في مصر بيستثمر بيشغل ناس، هيجي يقول لك ايه؟ لا ما بيشغلش ناس. طيب هو اللحمه اللي بيعملها شاورما دي جايبها منين؟ هي الطماطم اللي بيحطها على الشاورما دي جايبها منين؟ هو البقدونس اللي بيعديه على الشاورما دي جايبه منين؟ هو النور اللي بيستخدمه ده بيستخدمه منين؟ هو الضرائب اللي بيدفعها دي بيدفعها منين؟ انت عندك في مصر 1.5 مليون سوري، 1.5 مليون موجودين على مدى السنين، علاقتنا بيهم جيدة ومحترمة. هو السوري غلط معاك في ايه؟ يجي يقول لك ايه؟ الاكل طلع فيه مش عارف، زيه زي اي محل، ممكن في محل يبقى الاكل فيه مشكله، ممكن يبقى في محل الاكل مش مطابق للمعايير الصحيه، ده موجود في المحل السوري وموجود في المحل المصري، يعني هي المحلات المصري ما فيهاش، ما بيحصل ده. انا عندي ايه عند السوري؟ القانون، انت قاعد بشكل قانوني؟ اهلا وسهلا. انت بتدفع ضرايبك؟ اهلا وسهلا. انت اكلك صحي وكويس طبقا للرقابه؟ اهلا وسهلا. انت بتدفع ايجاراتك وحاجتك؟ اهلا وسهلا. انت لا تقوم باي اعمال منافيه للاخلاقيات او منافيه للقوانين اللي موجوده في البلد؟ اهلا وسهلا. مالهم السوريين يا جماعه؟ حمله شعواء جامده جدا. انا كل خوفي، انا كل شوفوا بقى انا واضح اهو باللي انا بقوله، انا كل خوفي ان هذا العنف اللفظي يتحول في اي لحظه الى عنف اخر. ليه طيب؟ هم عملوا لكم ايه؟ انا بتعامل مع محلات سوريين، ناس نظيفه محترمه جيده، اسعارهم كويسه، حاجتهم يا عم مش عايز بلاش. انما ليه قطع الارزاق؟ هم عملوا لك ايه؟ ما انت لما بتوقع في حاله هو بيوقع في حال ناس معاه. ايه الفكره ديت؟ ايه الفكره ان احنا يعني فجاه لا طب هتعمل فيهم ايه؟ عايز ترحلهم؟ عايز تمشيهم؟ هم موجودين اقامه رسميه، اللي مش اللي هم اللاجئين. في فرق بين المقيمين واللاجئين، اللاجئين دول 147,000، انما انت عندك 1.5 مليون قاعدين. وانا طفل يعني الكلام ده من ايه؟ من 55 سنة. احنا جارنا كان سوري، جارنا سوري في الدور في وسط البلد، كانوا شغالين في النسيج واظن ما زالوا حتى الان. علاقتنا بسوريا علاقة قديمة، ده انت يوم ما حاربت، انت حاربت معاه في 73، انت يوم ما عبرت هم عبروا معاك في 73، هي كانت الجبهة في الجولان وانت الجبهة هنا معاك شغالة. ايه اللي حصل؟ انا عايز افهم ايه اللي حصل غلط، يعني ايه اللي مضايقك في السوريين فجأة؟ يقول لك ايه؟ على فكرة الشاورما بتاعت جاد، كل شاورما من عند جاد،
الشاورما بتاع يعني هل هي مشكلتك ان الشاورما بتاعتهم مش حلوه قوي؟ ما اظنش. هل مشكلتك قالك ايه؟ انا جبت فراخ من وعلى فكره كلهم كاتن بيست. النهارده كان في شيء انا انبسطت منه جدا. صندوق مصر السيادي، هذا الصندوق له ترتيب جيد الان وسط الصناديق السياديه في العالم. الصندوق ده راح مجلس النواب وكان بيعرض على مجلس النواب هو عمل ايه؟ لانه ابتدى ناس كتير تسال وهو الصندوق ده بياخد الحاجات ازاي وبيبيعها ازاي وبيبيعها لمين؟ فذهب الصندوق اليوم الى مجلس النواب واستعرض تقريرا عن انشطته وبيعمل ايه وبيجيب فلوس قد ايه وبيبيع ازاي وبيشتري ازاي، وهذا امر جيد جدا انا انبسطت منه. معانا الاستاذ ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو. في دقيقتين ثلاثه حضرتك لو سمحت تقول لنا ملخص العرض اللي انت عملته لمجلس النواب النهارده. تمام، احنا مجلس النواب كان بيتساءل زي جموع الشعب المصري كله على دور الصندوق ونضوج الدور بتاع الصندوق ووضوحه اكتر في الفتره اللي فاتت. دورنا بشكل اساسي هو عندنا ثلاث مستهدفات لا يختلف فيها عن اي صندوق سيادي ثاني في العالم، وهو ده اللي احنا كنا بناكده ونوضحه، ان احنا التزمنا بسياستنا الاستثماريه وهدفنا الاقتصادي والتنموي للصندوق. الهدف بتاعنا ان احنا نخلق ثروات للاجيال القادمه، فانا مستثمر طويل الاجل. وهدفي ان انا احقق ارباح وعائد على كل استثماراتي وعلى كل الحاجات اللي بشتغل عليها. الهدف الثاني بتاعنا اللي احنا بنؤكده ونعززه ان احنا الناس بتشتغل بمنهجيه استثماريه وسياسه استثمار علميه بتتبني جراوند اب، ما ببنيش مش بنشتغل ولا بشكل انتهازي او بشكل عشوائي، احنا بنشتغل عندنا سياسات قطاعيه، عندي قطاعات اقتصاديه انا عارف وحاطط فيها سياسه استثمار من اول يوم بدانا الصندوق في 2019. النهارده بنقول حققنا ايه في سياسه الاستثمار بتاعتنا في كل القطاعات المختلفه اللي احنا اشتغلنا فيهم، عملنا هو 16 استثمار في مدى الثلاث سنين اللي فاتوا، ال 16 استثمار دول بيغطوا قطاعات ايه وشكل الشراكات ايه اللي هي بتمثل وتجسد سياسه الاستثمار بتاعتنا اللي هي الشراكه مع القطاع الخاص وانحيازنا للقطاع الخاص. ده كان ملخص اللي احنا حكينا قصه الصندوق من اوله لغايه النهارده. بنقول احنا صندوق بيستثمر في قطاعات، ايه هي القطاعات اللي احنا شايفينها قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري، متأصلة في اقتصادنا زي الزراعة زي الصناعة زي السياحة، دي قطاعات مهمة وموجودة في اقتصادنا القومي، ولكن مكونها أنا بحافظ عليها وأكبرها وأنميها وأديها استدامة أكتر. طب يبقى عندي أستاذ أيمن، طب خلينا ندي نماذج تطبيقية اللي هي دائما يتم طرحها لما يتم ذكر صندوق مصر السيادي. أرض الحزب الوطني مثلا، خلينا نشرح للناس إيه اللي حصل فيها، لأن هذه الأرض بقى لها وقت طويل ناس تتكلم اتباعت ما اتباعتش اتعملت ما اتعملتش. مثلا أنتوا كصندوق سيادي خدتوا الأرض دي عملتوا بيها إيه؟ سؤال جيد جدا. إحنا الفترة اللي فاتت من أول ما ابتدينا عملنا مخطط عام لإيه منطقة وسط البلد وإيه المستهدف بتاعنا في منطقة وسط البلد، فإحنا ماشيين على ماستر بلان أكبر شوية وأشمل عن بس مجرد ارض الحزب الوطني ومجمع التحرير ومجمع وزاره الداخليه. احنا دخلنا معانا مستثمرين في الثلاث اماكن دول، ده كان البايلوت بتاعنا، دول اول نقط احنا ارتكاز دخلنا بيهم في منطقه وسط البلد، عملنا تحالف في مجمع وزاره الداخليه اللي هو معونه، كان من اصعب المباني في التطوير والتسويق، ولكن لقينا لها الاستخدام الامثل بتاعها وبقت منطقه بزنس سورسنج او تعهيد اللي هي الكول سنترز ورياده الاعمال وفندق ثلاث نجوم بيخاطب البيزنس ترافلرز وبيخاطب الشريحه من السياحه. مبنى وزاره مبنى الحزب الوطني، الارض الحزب الوطني هي ارض احنا طرحناها طرح تنافسي. طبعا في خلال الفتره اللي فاتت دي مع كل التقلبات اللي حصلت في المنطقه كلها احنا استمرينا في عمليه الطرح، والحمد لله احنا اوريدي رسينا واتفقنا مع مطورين كسبوا عمليه تنافسيه. ايوه استاذ ايمن، مين اللي خد ارض الحزب الوطني؟ اللي شركائنا في ارض الحزب الوطني هو تحالف اجنبي اماراتي بشكل غالبيته اماراتي، والتحالف ده كسب المنافسه
في بيدنج بروسس تم انتهينا بثلاث منافسين وهو كسب من الثلاثه المنافسين. احنا حاليا بصدد ان احنا نوقع العقد التطوير النهائي، وعقد التطوير النهائي ده. طب برضه خلينا في النموذج، هم دفعوا فلوس ولا دخلوا معاكم شركه؟ سؤال جيد، ثانك يو سير. احنا دلوقتي الشراكه هنا هي عباره عن ايه؟ ان احنا بناخد الارض نفسها وبنحولها الى راس مال في المشروع. اثيوبيا اشترت حته ارض علشان توصل للبحر، انا شفت انزعاج مصري من هذه المساله. لازم هتضرنا لان احنا في علاقه صراعيه مع اثيوبيا. في حاجه اسمها ارض الصومال غير الصومال. جمهورية أرض الصومال دي في شمال الصومال وهي بتمارس حكم ذاتي، لأن هذه القطعة من الأرض اللي اسمها أرض الصومال غير معترف فيها دوليا. هو في حد يعني بينفع يشتري من بلد تانية 20 كيلو متر مربع؟ وبالتالي بنقول عليه ده تخزين سياسي. أثيوبيا اشترت حتة أرض علشان توصل للبحر، حتة الأرض دي اشتريتها فين؟ وليه اثيوبيا خدت حته الارض دي عشان توصل للبحر؟ هيفيدها في ايه؟ في حاجه اسمها ارض الصومال غير الصومال. تقول لي يا عمرو ايه الدوشه دي؟ بس انا لازم اقول لك ان ده حصل وان ده مهم جدا ان حضرتك تعرفه. الدكتور اماني الطويل خبير الشؤون الافريقيه بمركز اهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا بيك وبالمتابعين. ايه اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا؟ اللي حصل ان اثيوبيا عندها استراتيجيه ثابته من اول ما اريتريا استقلت عنها سنه 93 انها توصل للبحر الاحمر تاني، لان كانت اريتريا واثيوبيا دوله واحده، وبالتالي كانت اثيوبيا دوله تطل على البحر الاحمر. بعد استقلال اريتريا سنه 93 حرمت اثيوبيا من الاطلال على البحر الاحمر واصبحت دوله حديثه. اثيوبيا تعتقد انه من الضروره بمكان ان يكون لها اطلاله على البحر الاحمر، وفي ادائها الاخير عملت اتفاقيه مع جمهوريه ارض الصومال. جمهوريه ارض الصومال دي في شمال الصومال وهي بتمارس حكم ذاتي بعد سقوط الحكم المركزي. يعني طلع ان في بلد غير الصومال اسمها أرض الصومال؟ لا مش بلد، لأن هذه القطعة من الأرض اللي اسمها أرض الصومال غير معترف فيها دوليا، وهي الطامة أو المشكلة اللي عملتها إثيوبيا الحقيقة وعلقت عليها ليس فقط الجامعة العربية ولكن أيضا الخارجية الأمريكية، إنها اعترفت الاعتراف الأول بأرض الصومال كبلد كدولة، وهذا سلوك لم تسلكه أي دولة أخرى حول العالم، وغير معترف بأرض الصومال في الأمم المتحدة. وبالتالي إثيوبيا هنا خرقت الناموس الدولي أو يعني الإجماع الدولي. الإجماع الدولي دي المشكلة الأساسية الحقيقة بالنسبة لمعظم المنظمات الإقليمية والدولية. طيب، وأيضا للعواصم العالمية. إثيوبيا عملت إيه بقى عشان توصل للبحر؟ عملت حاجتين. هي عندها اتفاق مع جيبوتي بطريق بيمر بأراضي العفر اللي هم كانوا في صراع سياسي مع أديس أبابا، وبتحاول إنها توصل لميناء على البحر الأحمر، حاولت عبر إريتريا، إريتريا رفضت، والآن وصلت إلى أرض الصومال وعقدت معها اتفاقية إنها تاخد 20 كيلو متر مربع تقريبا لميناء بحري. دي واحدة يا فندم. اتفضل. يعني إيه ياخدوا 20 كيلو متر مربع؟ هو في حد يعني بينفع يشتري من بلد تانية 20 كيلو متر مربع؟ لا، بيبقى إيجار بؤتي أو اللي هو حق الانتفاع أو إيجار أو يعني صيغة قانونية بيتم الاتفاق عليها، وعشان يعني أكون منصفة هذه الصيغة أيضا معمول بها في جيبوتي، لأن احنا عندنا قواعد عسكرية لبلدان كثيرة من العالم في جيبوتي. فخدوا حتة أرض من بلدهم لغاية البحر 20 كيلو متر مربع. خدوا من أرض الصومال، من مساحة أرض الصومال 20 كيلو متر مربع. 20 كيلو متر مربع ويبقوا على البحر. ويبقوا على البحر، نعم، على مضيق باب المندب، مش على البحر بس. طب أنا يعني في منطقة قريبة جدا من مضيق باب المندب اللي هو بوابة البحر الأحمر. أنا شفت انزعاج مصري من هذه المسألة، وشفت فقط مصر ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا بهذا الشأن.
اولا سؤالين، هي اثيوبيا دي عندها قدره انها تشتري الحاجه دي او يعني تعمل الكلام ده؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، ده ممكن يضرنا في حاجه كمصر؟ لان انا دلوقتي بقى عندي احساس ان اي حاجه هتعملها اثيوبيا لازم هتضرنا. لازم هتضرنا، لان احنا في علاقه صراعيه مع اثيوبيا، ليس علاقه تعاونيه، بدليل ان احنا عندنا ازمه كبيره معاها في صد النهضه. فطالما ان العلاقات الثنائيه هي علاقات حرجه او صراعيه زي ما بنقول، فبالتالي ممكن الاضرار بمصر ببساطه، يعني اضرار بالسودان ايضا، الدول المشاطئه للبحر الاحمر، اضرار بالسعوديه. يعني لا نعرف اتجاهات الدوله الاثيوبيه فيما يتعلق باتجاهات سياستها الخارجيه ومدى تدشينها لعلاقات تعاونيه مع دول الجوار، لانها في علاقات صراعيه ليس فقط مع مصر، لكن ايضا في مشكله مع جيبوتي، في مشكله مع اريتريا. فكل هذه الامور تجعل، طب هي الناس دي جابت الفلوس منين؟ ده هم ما كانوش قادرين يدفعوا ال 33 مليون دولار اللي عليهم القسط. يا استاذ عمرو، انا قلت لك ال 33 مليون دولار دول كانوا يعني ايه، محاوله للاستفاده من السياسات الدوليه، لكن هم قدروا يدفعوا 33 مليون لانه دول مبلغ صغير. لكن بالتاكيد الاقتصاد الاثيوبي ليس اقتصادا ضخما، لكنه اقتصاد يستطيع ان يفي بمثل هذه الالتزامات، ولكن في نفس الوقت بيتم تمويله من جهات خارجيه. اشرح لنا ايه الحكايه؟ يعني هو ليس هناك من حكايه، وانما القضيه هي قضيه انسانيه بامتياز. فعندما عجزت بعض الدول عن المقاربه الحقيقيه للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزه، قامت جنوب افريقيا معتمده على المادتين 36/1 و40 من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى المادة 38 من لائحة المحكمة، بتقديم الطلب لرفع شكوى باسم جنوب أفريقيا، جمهورية جنوب أفريقيا، طلبت فيها وفقا للمادة 74/4 من لائحة المحكمة ومن رئيس المحكمة أن يحمي الشعب الفلسطيني في غزة، وأن يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية التي تشكل أو تؤدي إلى انتهاكات جسيمة كحرب الإبادات، وطلبت أن يتم البحث في نقد الكيان الإسرائيلي باتفاقية جرائم الإبادة. هذه كل الحكاية. أما في المقدمة التي حضرتك أشرت إليها، أن ما هي اتفضل يا فندم. نعم، لا يعني لماذا جنوب أفريقيا؟ يحق لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية، في محكمة العدل الدولية، وهنا بالمناسبة كل أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة هم أعضاء في محكمة العدل الدولية، لأن محكمة العدل الدولية تتبع الأمم المتحدة. أما الجنائية الدولية فهي محكمة اتفاقات دولية، بروتوكولات، وإسرائيل ليست عضو في الجنائية الدولية، وبالتالي فيكون من الصعب محاكمة الأشخاص، لأنه في الجنائية نحاكم الأشخاص، فيكون من الصعب محاكمة الأشخاص قبل أن نمر في العدل الدولية التي تحاكم الدولة ومؤسساتها على إما انتهاك البروتوكولات أو خرقها بشكل فاضح وعدم احترام هذه التواقيع التي يعني ادت بنهايه المطاف الى جرائم. دكتور هيثم، طب خلينا نعم. خلينا نشرح للناس ماذا سيحدث يوم 11 و12 القادمين، يعني ايه هي الاجراءات؟ نعم. هناك طبعا سيتم افتتاح المحكمه، فتقوم جنوب افريقيا في اليوم الاول بتقديم كل دفعاتها وكل اتهاماتها الموثقه طبعا، وفي سيتم الشرح الوافي من قبل اللجان، بقبل المحامين لجنوب افريقيا، وطبعا بالوثائق الدامغه. وفي اليوم التالي يعني نهار الجمعه ستقوم اسرائيل بتقديم ما لديها من وثائق لتدافع عن نفسها او لتدحض ما تقدمت به جنوب افريقيا. فأنت بتقول المستمعين دلوقتي والمشاهدين أن جنوب أفريقيا جايبة أدلة
على الإبادة وعلى التهجير بتاع الإسرائيليين وبتقدمهم هي لمحكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا. نعم، لقد تقدمت بدفوع كثيرة جنوب أفريقيا وعللت كل عنوان من العناوين للإبادات الجماعية وفقا للمعايير والبنود الدولية وللائحة القرارات للمحكمة العدل الدولية. لذلك هي يعني أعتقد تتحضر بشكل جيد لهذه القضية. ولا تنسى أن جنوب أفريقيا هي عنوان حقوق الإنسان في العالم لأنها خرجت كبار الزعامات في هذا المجال، وهي عانت العنصرية والاضطهاد والجرائم لعدد من السنوات. لذلك يعني رمزية جنوب أفريقيا قد تفوق عدد كبير من عدد من الدول نظرا لتاريخها الحقوقي العادل. وبالتالي طبعا يعني كنا نتمنى أن تكون بعض الدول العربية تشارك جنوب أفريقيا في الدعوة، ولكن لا بأس في ذلك. المهم أن هناك دولة تقدمت. زلزال في العالم عامل إيه؟ ودي مش مبالغة، عامل زلزال في العالم. جيفري إبستين ده مواطن كان يعمل في المتعة، تاجر من تجار المتعة. هذا الرجل تم ضبطه 15-16 حاجة في الحدود دي. إبستين ده زباينه كريمة الكريمة، طلع وهو كان واخد لهم جزيرة وشقق في نيويورك وآخره، وفضلت أسامي الناس ديت مقفولة، محدش يعرف مين زباين جيفري ده خالص. طبعا جيفري ده مات في السجن وقالوا انه انتحر. هو انتحر ولا اتنحر ده طبعا كلام تاني، لانه الراجل ده وراء اسماء كانت متغمية. فجأة في قاضية في امريكا قررت انها تعلن الاسامي مين زباين هذا الرجل. اما تقرا بقى الزباين يجيلك الرعاش، يجيلك الهس بس، يجيلك التساؤلات. والنهاردة كان الموجة التانية من الأسماء اللي طالعة واعترافات تشيب الكتكوت. عارفين الكتكوت؟ لما تقروا الاعترافات وتقروا الحاجات يشيب لها الولدان. يعني الأستاذة نادية بلبيسي مديرة مكتب قناة العربية في واشنطن، أهلا بيك يا فندم. أهلا فيك أستاذ عامر، وكل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة. كيف الوضع في أمريكا بعد هذه المعلومات؟ بواقع يعني هناك ضجة كبيرة جدا. أولا ليس لأنه المعلومات جديدة، يعني كما تعرف هذه المعلومات كانت معروفة منذ تم اعتقال جيلين ماكسويل، وهي كانت صديقته لجيفري إبستين، ووجه إليها تهم من عدد كبير من النساء الذين استخدمتهم بمساعدة جيفري إبستين لتقديم لزبائن. وطبعا القائمة كما ذكرت يعني رهيبة، من رؤساء لرجال أعمال لمحامين لأشخاص شخصيات معروفة كثيرة كانت تراود هذه الجزيرة. لكن حتى الآن هذه الأسماء يقال بأنها لا يوجد هناك إدانة، بمعنى لا نعرف ما عدا طبعا برنس أندرو أخ ملك بريطانيا الذي تم تصفية قضية مع سيدة قال بأنها اعتدى عليها عندما كانت قاصرة بمبلغ من المال وانتهت القضية. لكن هذا الشخص المشكلة الأساسية الآن هو ربط الأسماء وابتزازها. يعني لا نعرف، يقال حتى أن يهود باراك الذي كان رئيس وزراء إسرائيل هو كان يراود هذه الجزيرة وكان من المقربين من جيفري إبستين، ويقال بأن هناك دور للموساد وبأن هناك تجنيد لهؤلاء الأشخاص، وسواء كان ابتزازهم ليقال بأنه تم ربما تقديم فتيات قاصرات للاعتداء عليهم، وبالتالي اتخاذ موقف سياسي ممكن أن يؤثر مستقبلا أو لاحقا. وبالتالي هذا إذا أردت العالم السفلي الذي يربط ما بين السياسة ما بين النخبة
ما بين الأعمال وما بين تجارة الجنس كله يقبح بصورة شخص شرير يسمى جيفري إبستين. طب أستاذة نادية في شيء أنا مش فاهمه، هو الدعارة في أمريكا، معلش أنا آسف أنا بستخدم الكلمة دي، هي ضد القانون؟ يعني أنه يكون في حد يستطيع أنه هو يحصل على فتاة مقابل مال، لأنه الناس عندها انطباع أن ده في أمريكا مسألة سهلة يعني. لا على الإطلاق، هي جريمة. الدعارة ليست مرخصة في الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك ما يسمى بالتجارة بالفتيات من أجل الجنس. لا القاصرات مصنفة القاصرات دي مفهومة، أنا بتحدث على بشكل عام، يعني بنشوف في الأفلام بيبقوا واقفين في الشارع بيتفاوض معها، يعني واضح إن دي مسألة مش صعبة، في ولا ده شغل سينما بس؟ لا أنا أعتقد بأنه لا، هي أعتقد بأنها بشكل عام بالولايات المتحدة كلها يعني غير شرعية، غير مشرعة، لكن ولذا نرى الكثير حتى من خلال الاعتقالات التي نراها لعدد من المومسات الذين نراهم في الشوارع وتقوم الشرطة بمطاردتهم، لكن هذا الأمر مختلف تماما عن تقديم قاصرات. يعني السن القانوني لكي يكون الإنسان بالغ سواء كان يتزوج أو يدخل إلى الحرب أو يفوت في الانتخابات أو يمارس الجنس هو 18 بالقانون الأمريكي، 18 أي شخص تحت 18 يعتبر قاصر حتى لو كان 17 ونص أو حتى ينقض شهور، وبالتالي يقال في أحد هذه الشهادات التي نراها الآن لأنه أحد السيدات التي تحاول أن تقاضي جيلين ماكسويل الآن اللي هي موجودة بالسجن وتواجه بالفعل فترة سجن 20 عاما لمساعدته على تمكيني من اقتناص الفتيات اللواتي أتينا من خلفية أحيانا من أسر يعني غير متماسكة أو من أسر لديها مشاكل في الطلاق أو لديها مشاكل في المخدرات، وبالتالي استغلال، هناك استغلال جنسي بأبشع الأنواع للفتيات القاصرات ليقدموا على طبق إذا أردت لأهم الشخصيات في العالم. نحن لا نعرف حتى الآن كل شخص بريء حتى تثبت إدارته. أيوة، ولكن في اسمين شكلهم لن ينجو يعني، لا أو لن ينجي، أندرو وكلينتون. كلينتون الأشياء الموجهة له مرعبة، يعني لو عدى من واحدة في التانية في التالتة، في اللوجينج بتاع الطيارات اللي كان بياخدها عشان يروح الجزيرة، فأظن أن كلينتون يعني في مأزق كبير. يقال بأن الرئيس حسب اللوجين كما ذكرت وهو الأرقام التي تسجل عندما يسافر الأشخاص إلى هذه الجزيرة، بأن الرئيس بيل كلينتون كان من أكثر الأشخاص الذين ترددوا على الجزيرة لحوالي 50 مرة. وأيضا هناك في أحد الشهادات، طبعا لا توجد كل المعلومات، القاضي لا يزال يحجب الكثير من المعلومات، لكن واحد أحد الفتيات قالت بأنها سمعت بأن عندما سئلت عن الرئيس كلينتون قال بأنه يحب الفتيات القاصرات. على اللي بيحصل في غزة هقول لك أنه اللي بيحصل في غزة طبعا مؤلم ويعني قاتل ومجرم وكل شيء، ولكن عندما تتابع ما حدث لزميلنا وائل الدحدوح تشعر إن هو نموذج للجريمة الإسرائيلية، نموذج للاستهداف، نموذج للإبادة. هذا الرجل الجبار، جبل غزة، جبل غزة بحق، اللي بيفقد يوميا أعز وأقرب الناس لي، وتجده واقفا بعد هذا الفقدان أمام كاميرات قناة الجزيرة مراسلا مدافعا عن قضية الفلسطينية ومدافعا عن غزة. وائل الدحدوح مأساة إنسانية، يعني أنا حتى يعني وصلت لمرحلة إنه نفسي يخرج من غزة، يعني أنا وصلت لمرحلة إن أنا متضايق جدا وبأشفق عليه جدا من اللي هو يعني بيشوفه،
لغاية أما شفنا وفاة ابنه حمزة مؤخرا، هذه المأساة الإنسانية، هذا المراسل الفز، هذا الإنسان اللي ما أنا ما أعرفش حد يعرف يتحمل ده كله. يعني الإنسان اللي بيتوفى له زوجة ابنة، إنما زوجتك وبنتك وابنك وأقربك وكل حاجة، حتى بقى عندي قناعة تصل إلى حد اليقين إنه بيتم استهداف عائلة هذا الإنسان بشكل يعني واضح، إنه كل يوم عنده إنسان من عائلته محتاج أن يدفن، محتاج أن يبكي عليه، محتاج. ولكن هذا هو جبل غزة، جبل غزة، وقصة يعني إنسانية تراجيدية محدش شافها قبل كده. معانا زميلنا الإعلامي وائل الدحدوح، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ عمرو، بارك الله فيكم، حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيك. يعني حاسس ان انا اقول لك الباقيه في حياتك قليله. يعني عاده هذا التعبير يتم استخدامه مع الناس اللي بتفقد اقاربها، بس حاسس انه قليل على المأساة اللي انت فيها. قل لي انت ازاي قادر تتحمل كل اللي بيجرى ده؟ والله عزيزنا استاذ عمر، يعني هذا الامر اولا واخيرا هو قدرنا، وهذه حياتنا حقيقه. و يعني ان كان هناك من سر فهو بالرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وامره، ونحن مسلمون ومستسلمون لهذا القضاء وهذا القدر، ويجب ان نضعه على العين والراس. يعني نحن اولا لنا في الصحافه سنين طويله، و في منطقة في قطاع غزة ساخنة دائما فيها حروب، يعني نحن مهيئون في أي لحظة أن نكون نحن الخبر ونحن الصورة، أو يكون أهلونا وذوونا، وبالتالي هذا الأمر ربما كان في الحسبان منذ زمن طويل. لكن صحيح أنها في هذه المرة كانت موجعة ومؤلمة إلى حد لم نتخيله ولم نتصوره ولم نتوقعه، ولكن في نهاية المطاف هو أمر رب العالمين. إذا كان لابد من الصبر فهذه هي كلمة السر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعتقد بأنه هو الذي يمدنا بأسباب الصبر وأسباب القوة ورباطة الجأش والقدرة على تحمل كل هذا الأمر، وإلا لذبنا وانتهينا واستكنا واستسلمنا منذ زمن بعيد. ولذلك يعني أعتقد أنه يعني ما حصل هو حقيقة تنوء بحمله الجبال، ولكن كما قلت لك أنه دائما أنا على الصعيد الشخصي يعني مهيأ وراض بقضاء الله وقدره، وربما هذه هي كلمة السر الأساسية اللي يعني تجعلنا يعني نحزن ونغضب أحيانا، ولكننا في ذات الوقت مستسلمون تماما لقضاء الله وقدره، نفارق الأحبة، نشيعهم، ندفنهم، نواريهم الثرى بكل حزن وكل إنسانية، ولكن في نهاية المطاف أيضا بكل فخر وبكل عزة وبكل صمود ورباطة جأش. فنحن أستاذ عمر يعني لا نعمل في مهنة عادية، نحن في نهاية المطاف نحمل هذه الرسالة الإنسانية، ونحمل واجباً، نراه واجباً مهنياً وواجباً وطنياً أيضاً. ولذلك نحن يعني ربما قررنا منذ البداية بأنه نحن نختار هذه الرسالة الإنسانية، وأعطيناها كثيراً وأعطتنا كثيراً، ولذلك يعني ربما من أسباب الصبر أيضاً، وهذا مهم جداً أستاذ عمر، من أسباب الصبر إنه إحنا في الحروب أسرة مشتتة حقيقة. يعني في كل حرب نشتت ولا نجلس في مكان. أيوة. أنا على صعيد طبعا. الشخصي منذ أن تبدأ الحرب
الأسرة لا تراني ولا أراها، وأتواصل معها قليلا بسبب هذا العمل في 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 قناة الجزيرة وفي مثل هذه المنطقة الجغرافية في قطاع غزة. وفي هذه الحرب منذ أن بدأت بالفعل، نحن أنا خرجت من البيت ولم أرى أهلي نهائيا حتى ودعتهم يوم استشهادهم، وحتى التواصل كان تواصلا قليلا جدا. ولذلك هذه تضحية كبيرة جدا كانوا يقومون بها، يعني في أصعب اللحظات التي يحتاجوني أن أكون بينهم ويعني أوفر لهم بعضا من الأمن وبعضا من الأمان، برمزية الأب وقوة الأب ودور الأب ومكانة الأب، هذا مفقود في أسرتي. ولذلك هم يعني ضحوا بهذا كله وأشياء أخرى حتى أستمر أنا على رأس عملي وأستمر في حمل هذه الرسالة. في مثل هذه اللحظات يجب أن أكون وفيا لما ضحوا من أجله، وأن أعود سريعا إلى العمل إلى الكاميرا، لأنه أنا متأكد لو سألتهم لقالوا يتوجب عليك الاستمرار. صحيح أنه يمر عليهم لحظات يقولون أين أنت، يجب أن تبقى عندنا وما شابه. بطبيعة الحال من صعوبة الظروف وقساوة الظروف وكل ما يشاهدونه من خطوب، ولكن في نهاية المطاف هذا أمر محسوم ومتفق عليه. ولذلك يعني أنا شعرت عندما أعود سريعا إلى الكاميرا وأمتشك يعني أمتشك الميكروفون أيضا أمام عدسة الكاميرا، أشعر بأنني بالفعل يعني أكون ساعتها في لحظة وفاء لدماء زوجتي وابني وبنتي وحفيدي وابني حمزة وزميلي سامر أبو دقة. أخي وائل أنت مع أخي وائل، أنت ما جالكش وقت تحزن أو تبكي، أنت المصائب تأتيك كل يوم، كل يوم تفقد عزيز عليك، يعني هذا شيء كثير. الأمر وصل أنه بلينكن نفسه متعاطف معك، يعني هذا الرجل الذي بلا قلب اليوم أدلى بتصريح أنه هو متعاطف مع وائل الدحدوح، يعني وصل للمرحلة دي. صدقني أستاذ عمر، لو حزنت لاستسلمت، لو فكرت لاستسلمت، لو تعاطفت للحظة واحدة مع أي ذكرى تجمعني بأي أحد من أفراد أسرتي لكانت النتيجة غير تلك التي رآها العالم كله من وائل الدحدوح. هذا أمر أفرغ منه، لأنه في نهاية المطاف صحيح الناس ترانا أمام الكاميرا، يعني ربما نتعالى على كل هذه الجراح والأوجاع والأحزان، وربما نعض على كل هذه الجراح النازفة، ولكن في نهاية المطاف داخلنا يوجد فيه براكين من الإنسانية والعاطفة الجياشة والحزن، وكل هذه الأوضاع كل هذه يعني موجودة بداخلنا تتفاعل كأنها براكين، ولكن مطلوب منا أن نحتوي هذه البراكين وهذه التفاعلات ونتعامل معها ونتعالى عليها، وفي نفس الوقت نستمر على رأس عملنا كأن شيئا لم يكن. هذا كثير. هل ممكن الشرارات دي تؤدي إلى حرب؟ لأنه إحنا بنشوف مواجهات خطرة. بص أستاذ عمرو، البركان قبل ما ينفجر بيدي إشارات، بتطلع دخان قبل ما يقذف الحمم بتاعته، بيدينه مؤشرات واضحة. التاريخ وتاريخ الحروب علمنا انه يعني القضية الأساسية هي في طبيعة العلاقات والتوترات والصراعات المكتومة التي تعبر عن نفسها في شكل مظاهر، زي ما حضرتك تفضلت كده، اغتيال هنا، مسيرة هنا، رد هنا. لكن الخوف الأكبر هو انفجار البركان ليقذف حمم على المنطقة كلها. يعني أنا أذكر حضرتك بأنه العالم في 2014 كان مقسوم ومتوتر جدا، وصراعات موجودة
لكن كان منتظر لحظة الانفجار. لحظة الانفجار دي جت بحاجة بسيطة جدا، انه كان ولي عهد النمسا في منطقة البلقان وقتل على يد صربي. حرب العالمية الأولى. مش طبيعي. الحرب العالمية الأولى فانفجرت، فالنمسا أعلنت الحرب على صربيا، روسيا تضامنت مع صربيا، وهكذا دخل الجميع، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب عالمية أولى. فعايز أقول أنه الانفجارات بتبقى لها مقدمات. المنطقة بتاعتنا فيها براكين بتغلي تحت الأرض، طبعا فيها براكين بتغلي تحت الأرض، فيها صراعات عبرت عن نفسها في بعض الأمور، عندك في اليمن، عندك في ليبيا، عندك في سوريا، في العراق، في لبنان، مناطق بتغلي جدا، والانقسامات داخل الدول واضحة، والارتباطات بأطراف إقليمية عربية وغير عربية واضحة. وبالتالي اللي بتعمله الولايات المتحدة وإيران النهاردة إنهم بيحاولوا بقدر الإمكان إن ما تحصلش الرصاصة الرحمة بتاعة ولي عهد النمسا اللي تسببت في اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبالتالي بيحاولوا بقدر الإمكان يدوا رسائل. يعني رسالة إيران اليوم إلى مجلس الأمن، إحنا ملناش دعوة، كل فصيل موجود بيشتغل من نفسه، إحنا ملناش سيطرة على القرار. ونفس الكلام اللي قاله حسن نصر الله في خطابه امبارح، ده كله ده محاولة لتجنب الرصاصة الأولى. لكن قد تنفجر الأوضاع لو يعني يقول لك ما بين لبنان وحزب الله وإسرائيل، بين حزب الله وإسرائيل تصعيد محسوب. طب لو التصعيد ده خرج عن الحساب، ممكن بقى يحصل انفجار أكبر، تدخل فصائل عراقية، فصائل سورية، تدخل الولايات المتحدة، تروح داخل إيران، وهكذا يمكن أن تولع المنطقة، إضافة إلى أنها مولعة في نيران صغيرة محدودة حتى الآن. طبعا مش محدودة قوي، لأن بنتكلم في غزة حوالي 80 ألف قتيل ومصاب لغاية دلوقتي. هناك احتمالات لعمليات دولية ضد الحوثيين في اليمن، كل ده وإحنا موجودين في أتون من النار محيطة بنا بكل جانب، ولا يوجد استثناء في المنطقة العربية. ربما المغرب العربي بعيد إلى حد ما، لكن المشرق العربي والخليج في قلب هذا الأتون. طب يعني الاحتمالات كم في المية؟ يعني هل ممكن نرى حروب؟ يعني أنا شايف إيه، إنه كل الأطراف يعني حتى العراقيين النهاردة ردوهم على الأمريكان بحساب، حسن نصر الله ردوا على الإسرائيليين بحساب، كلهم محافظين على ما يسمى بقواعد الاشتباك لحد دلوقتي. إيه الشيء اللي ممكن يخلي هذا الأمر يتغير؟ صح يعني حضرتك بتتكلم بتوصف الوضع بدقة. زي ما قلت لحضرتك انه انا هنا مش بدور على كيفية ادارة هذه الصراعات، ولكن بتكلم على ان جذور الانقسام والصراع والتنافس موجودة. هذه التنافسات والصراعات والرغبة في السيطرة ومحاولة الاستقلال من جانب دول أخرى، محاولة التركيز على التنمية الاقتصادية من دول ثالثة، محاولة النهوض من دول رابعة، كل ده بيخلي في حسابات لضبط ردود الأفعال. يعني إيران ليس من مصلحتها الدخول في حرب إقليمية مع إسرائيل، لأن الولايات المتحدة موجودة والتحالف الدولي موجود وغيره. العراق نفسه مش من مصلحته خروج قوات التحالف، حتى لو رئيس الوزراء قال ده. الحوثيين بالتأكيد ما يحبوش في مواجهة مع الولايات المتحدة. لكن اللي أنا بقول عليه أستاذ عمرو أنه قد تكون هناك خطوات غير محسوبة، وقد تكون من أطراف غير فاعلة أو غير ظاهرة قدامنا في الصورة. أنا قلت لحضرتك مثلا الحرب العالمية الأولى ليه؟ لأنه النمسا وصربيا وغيره، هذه المنطقة كانت على بركان زي اللي احنا عايشين فيه النهاردة. اللي حصل إن محدش كلف هذا الصربي بقتل ولي عهد النمسا، هو اترفض من الجيش وخارج زهقان وقرفان ومعاه مسدس، لقى ولي عهد النمسا ماشي في سيارة مكشوفة راح ضربه بالرصاص. النمسا اعتبرت إن ده قتل لولي عهدها، وبالتالي اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إني
أنا أكثر ما أخشاه هو الأخطاء، قد يأتي عن طريق الخطأ، قد يأتي عن طريق أشخاص غير مسؤولين، قد يأتي عن طريق أشخاص منفردة. يعني أنا لا أخشى اندلاع حروب بين الدول، يعني إيران، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية، مصر، سوريا، الأردن، الإمارات، كل دي دول عقلانية، دول عقلانية، يعني عندها قيادات سياسية بتحسب، لها أكتر من حسابات، حسابات المكسب والخسارة، حسابات كذا. أنا أخشى من الفواعل دون الدول وصولا حتى للأشخاص فرادى. يعني ماذا لو أقدم شخص ما على اغتيال بن جفير مثلا؟ اللي هيبقى الرد، اللي هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيه الرد؟ ماذا لو أقدم يمني حوثي على قصف بارجة أمريكية في البحر الأحمر أو باب المندب؟ ممكن يبقى مش مكلف من الحوثي ولا مكلف من دولة. طب دكتور عماد، ممكن يكون منفعل ذاتيا. دكتور عماد، من أكتر الدول القريبة جدا من هذا الشرر مصر، شايف وضعنا عامل ازاي في وسط كل هذه النيران؟ احنا لو تصورنا مع بعض كده ان في دايرة، احنا واقفين في نص الدايرة. يعني احنا ما عندناش نيران جوانا، ما فيش نيران جوه، الحمد لله الامور منضبطة، لكن النيران حواليك. يعني عندك في الشمال الشرقي غزة، عندك في الغرب ليبيا، عندك في الجنوب السودان، كويس؟ هذه المناطق مناطق ملتهبة ولا يوجد أمل في التسوية السياسية. يعني أنا تفاءلت كثيرا بلقاء حمدوك مع حميدتي في إثيوبيا، راح التقى وحميدتي قال قائد الدعم السريع قال أنا موافق على وقف إطلاق النار ونتقابل مع البرهان، لكن البرهان قال لك لا 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 جلوس ولا مصالحه مع الدعم، فقفل الموضوع. فانت عندك السودان، على فكره الناس بتركز في غزه لكن الضحايا في السودان اكتر بكتير. طبعًا السودان 35 مليون، في غزه 2 مليون و2 من عشرة. احنا مش واخدين بقى، وده سؤال يا استاذ عمرو محتاج اجابه موضوعيه. هل لان سودانيين يقتلوا على ايدين سودانيين فاحنا ما مش فارق معانا الموضوع، ولا الموضوع إنساني؟ لو إنساني نهتم بالسودان على فكرة، لكن لو هي المسألة في أنه بيقتل على إيد مين، إحنا مع الحفاظ على حياة الإنسان كإنسان وكبني آدم. أي مواطن مصري بيتفرج علينا دلوقتي يقول لي وأنا مالي موضوع إيران، يعني الموضوع الإيراني ده مؤثر علينا في إيه؟ واحد، أنت عندك مشكلة دلوقتي في الملاحة في البحر الأحمر، وعندك مشكلة في قناة السويس، وده بسبب بشكل أو بآخر بالموضوع الإيراني. اتنين، حضرتك سوريا اللي فيها مشاكل وفيها نفوذ إيراني كبير هو أحد الأسباب من نزوح السوريين اللي انت بتشتكي منهم دلوقتي موجودين في مصر. تلاتة، وده السؤال اللي عايز أسأله الأستاذ مسعود، اللغط اللي حصل في الأونة الأخيرة إنه عملية 7 أكتوبر ديت هي عملية للانتقام لقاسم سليمان. حضرتك شفت انه تم الكلام انه في تصريحات حمسوية بهذا الامر، تفتكر ان هذا الامر ممكن يكون حقيقي؟ يعني عملية 7 اكتوبر دي كلها انتقام لقاسم سليماني؟ هذا ما اعلنه احد قادة الحرس الثوري، والمتحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف قالها بصريح العبارة بان العملية، عملية 7 أكتوبر، هي في واقع الأمر كانت انتقاما لمقتل قاسم سليماني. الأمر مما دفع حماس إلى الرد والإنكار، وبعد ذلك تسلسلت عمليات النفي أو التبرير بعض الأحيان، حيث جاء قائد الحرس الثوري وبرر، قال تم سوء فهم هذا الكلام، ولكن عندما قالها باللغة الفارسية كان واضح. متخيل انه ممكن تكون العملية بتاعت 7 اكتوبر ديت انتقام لموضوع قاسم سليماني؟ انا لا اعرف
ما هو المسبب، ولكن النتيجة النهائية التي تريد أن تصل إليه إيران هي بأنها هي التي تقف وراء ذلك. من بعد ما جاءت تصريحات رمضان شريف وانعكس الأمر سلبا على إيران بين الفلسطينيين وتراجع هذا الخطاب، باعتقادي الإيرانيين يحاولون حتى إذا لم تكن العملية انتقاما لقاسم سليماني يحاولون إظهارها للإيرانيين في الداخل بأن يدهم تطول وتصل إلى هذه النقطة وبإمكانهم أن يضربوا إسرائيل وينتقموا لقاسم سليماني. هذا ما يريدون إيصاله إلى الشارع الإيراني. لماذا؟ لأنه هناك عقيدة تروج في داخل إيران بأننا إذا لم نحارب خارج حدودنا سوف نضطر أن نحارب في داخل حدودنا. لذا مهما كان الوضع الشعب الإيراني لديه الأمن والاستقرار، وهذا الأمن والاستقرار هو ثمنه هكذا. لذا إيران تتبع هذه الخطة. لذا عندما تقول بأنه نحن وصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط، وسمعنا هذا الكلام على لسان مختلف المسؤولين الإيرانيين العسكريين والسياسيين، أو عندما يقولون سيطرنا على 4 عواصم عربية وسمعنا هذا الكلام كثيرا، لماذا يقولون هذا؟ هذا للترويج الداخلي في واقع الأمر. عندما يتحدثون باللغة الفارسية وللشعب الإيراني حتى يوصلون هذه الرسالة. لولا ما نقوم به ولولا هذه السياسة الإقليمية بالمنطقة سوف تنجر الحرب إلى شوارعكم وسوف تدفعون الثمن. لذا هناك هدف داخلي باعتقادي هو أهم حتى من الأهداف الخارجية والسياسة الإقليمية. السياسة الإقليمية الإيرانية في واقع الأمر هي في خدمة الوضع الداخلي. إذا كان الخلاف بيننا على دور إيران في الحرب في المنطقة، إلى أي مدى إيران تستطيع أن تسيطر على حماس لإقرار السلم في المنطقة؟ لأنه الكلام الآن أن هناك صفقة، يعني النهاردة ابتدى الكلام أن هناك صفقة ما وأن الحرب يمكن أن تنتهي في ظرف أسابيع. إلى أي مدى إيران تستطيع أن تسيطر على قرار حماس؟ يعني نعلم مثلا أنه القادة العسكريين في القسام لا تسيطر عليهم المكتب السياسي الحماس بقدر كبير، يعني ممكن أن يكون زي ما أخواننا اللبنانيين بيقول بتمون عليهم يعني، إنما القائد العسكري للقسام أو الناس اللي موجودة اللي هو السنوار وضيف وأصدقائه كل هؤلاء بياخدوا قراراتهم للحرب. إلى أي مدى إيران تستطيع أن تضغط على حماس؟ قلنا بأن القضية الفلسطينية في إلها تراكمات تاريخية. نحن لا يمكن أيضا يعني نفصل ونعزل ما يدور في غزة عن التسلسل التاريخي للتراكم التاريخي للظلم الذي واجهه الشعب الفلسطيني. هذا مبدأ أساسي. مصر دخلت في حروب ودفعت دم قلبها دفاعا عن هذه القضية. لا يوجد شعب مثل الشعب المصري قدم في هذا الطريق، ولا أحد يستطيع أن يزايد على المصريين في هذا المجال. ولكن معلوم بأن من يستطيع أن يزودك بشيء يستطيع أن يتحكم إلى حد ما بقرارك، ولكن لا توجد أشياء مطلقة. لا يمكن أن نحكم الحكم المطلق. إيران بإمكانها تقول أسود يصبح أسود وتقول أبيض يصبح أبيض. صار خلاف بين حماس وبين إيران في سوريا، معلوم صار خلاف بينهم وبين عما حصل في داخل سوريا، وأخذ وقت حتى يتم ترميم العلاقات بين الجانبين. العلاقة بين الجانبين أنا شايفها علاقة مصلحية، ليست كعلاقة إيران بحزب الله وليست كعلاقة إيران بالحوثيين، لأن علاقة إيران بالحوثيين وبحزب الله علاقة عقائدية. حزب الله ضمن الهرم
التنظيمي للميليشيات التابعة لإيران عقائديا طبعا، لأنه حزب الله مرجعيته الفقهية، المرجعية الفقهية، المذهب الشيعي يختلف عن المذهب السني في مسألة المرجعية صح؟ كل جهة وكل شخص يجب أن يكون له مرجع حي. ربما حضرتك تتبع أبو حنيفة، ربما الشافعي، ربما، ولكن في المذهب الشيعي لا يجوز ذلك، عليك أن تتبع المرجع الحي. أيوة. من هو المرجع الحي الآن لحزب الله؟ آيت الله خامنئي في إيران. ومن هو للحوثيين؟ خامنئي. من هو للميليشيات؟ من هو للميليشيات فاطميون الأفغانية؟ خامنئي. زينبيون الباكستانية، حيدريون في العراق والميليشيات العراقية الولائية، لأن هنا يجب عندما نصل للعراق مفروض نفصل بين الميليشيات، مثلا عصائب أهل حتى الحق حتى لو كانت كلها شيعية. أيوة، مثلا عصائب أهل الحق مرجعيتهم مش خامنئي مثلا، ولكن حزب الله، كتائب حزب الله، حركة النجباء، هذه التنظيمات ولائية ولا أهل خامنئي. لذا من هذا المنطلق العلاقة بين إيران وحماس علاقة معقدة في نفس الوقت. إنما إيران تستطيع أن تضغط على حماس؟ لديها قوة الضغط، بما أنها هي التي تقول بأنها أمنت، هي التي ودفعت الأموال، لا ودفعت أموال بالملايين، ولكن أشرت إلى نقطة دقيقة وحساسة، بأنه هل القادة الميدانيين لحماس يسمعون للضغط التي تمارسه إيران على القادة السياسيين؟ هنا العلاقة هي علاقة معقدة، وليست 2 في 2 يساوي 4 كما يخص حزب الله أو يخص الحوثيين أو يخص الميليشيات الأخرى في المنطقة. بما أننا نتحدث عن القوى الإقليمية، ألا تتفق معي أن هناك كمون وسكون تركي؟ أين الأتراك؟ يعني المفروض في هذه المنطقة والقضية الفلسطينية والخلافات، وده هم موجودين في الناتو والتحالفات مع الأمريكان والعلاقات المتوترة أحياناً مع إسرائيل، فجأة مع مرور الأيام يختفي التركي، أين ذهب التركي؟ الأتراك نحن نعرف العامل الاقتصادي يلعب دور أساسي في القرارات السياسية. طبعا الاقتصاد هو أم السياسة، لولا الاقتصاد السياسة لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تهدد الولايات. إسرائيل نفسها النهاردة بتطلب من العالم أنه يدعمها لأنه عندها مشكلة اقتصادية. أمريكا هي القوة العظمى لأنه اقتصادها الأعظم، صح ولا لا؟ طبعا الصين بدأت تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه اقتصادها بدأ يتعاظم، صح؟ صح. ولكن الأتراك خلال هذه الفترة شاهدوا تراجع اقتصادي، طبعا هبوط سعر الليرة التركية بشكل غير مسبوق، هذه الأضرار أضرار كبيرة. تركيا مش عايشة على الموارد تحت الأرض، على الثروات الطبيعية، عايشة على التجارة، على الاستثمار، الزراعة، ترانزيت، هذه هي دفعت خلال هذه الفترة ثمن بعض الشعارات. الآن لذا الأتراك مثل الإيرانيين مصلحتهم ولا شعارات، حتى لم نعد نسمع شعارات تركية، لا إلى حد ما، يعني إلى حد ما لا طرح شعارات. أيوة. ولكن العامل يأتي العامل الاقتصادي هناك، تركيا تريد تحسن علاقاتها مع أوروبا، تريد تحسن علاقاتها مع المنطقة كلها حتى يعني. وتريد أيضا تحيي اقتصادها، وضع في الداخل التركي مرتبط بالوضع الاقتصادي، وموقفها أيضا تجاه إسرائيل باعتقادي من مصلحة تركية محضة وليس لسواد عيون
أي جهة عربية وأي تنظيم عربي وأي فكر عربي يناضل شعبه من أجله.